بكم مشاهدينا من جديد. بص شوف مين هتفرح. نجمنا منور بضحكته في كل مطرح مع ميزه وفطوطة وكل أعماله. كنا بنسرح مش محتاجة أكتر من كده أن نشرح. رحبوا معايا بسمير غانم نجم ثلاثي أضواء المسرح. أنا حموت وأغني الأغاني اللي هي بتاعت الليلة عيد والعريس بيتجوز. لا خلاص دي من كام سنة، هنغيرها دلوقتي بقى. هتبقى إيه بقى؟ مش هقول لك، هجرب. يلا يعني فين المزيكا؟ عايزين مزيك. سلامة رجلك يا سمير. يا روحي الطبقات عالية قوي علينا يا حبيب قلبي. انت فنان جميل يا كميلة. انت كميل يا كميل. ارجع بقى معاك شوية كده لورا، ايام ما كنت في الجامعة. كنت في الجامعة خايب ولا كنت شاطر؟ لا خايب الحمد لله. الحمد لله وبثقة. كنت بتغش بقى وكده؟ مين ده؟ أو انا كنت بروح اساسا كمان. ونجحت ازاي؟ اصل المشكلة ايه؟ المشكلة ان كلية الزراعة في الشاطبي. فبنركب الترماي طبعا، معناش فلوس نركب تاكس ولا نيلة، يا دوب ومتشعبط كمان يعني. بس كان ترماي حلو زمان، كان فاضي كده والناس كان شكلها حلو. يعني انا جاي من اسكندرية امبارح معرض مسرحيتي هناك، شايف نفس الترماي والله، وقفت اتفرج عليه كده. ذكريات بقى من فوق يعني 30 سنة مثلا، 25 سنة، الترماي هو هو. لغاية تخاف ان السواق هو هو. تلاقي السواق كده قدامي عيني كده بمنافلة كده. منافلة. هو يعتبر تراث ترماية بتاع اسكندرية ده، بس لذيذ. فالكلية في الشاطبي بعد الزراعة. أنا رأيي اللي بتضحك تيجي جنبي هنا. خلينا نرجع لموضوع اللي كنت بتعمله في المعمل في الجامعة. لما ولعت وفرقعت الدنيا. ما اعرفش مين اللي افتكر الحكايه دي. هي مش ولعه وفرقعه، يعني في محاضره عملي. انت عارفه العملي بقى غازات وحاجات كده. تروح تحط الدمع ده ودخل المعمل والريحه طلعت بقى. كله جري وفركش، واللي فركشنا اليوم. وطلعت انا اتفسح وانا ولا عارفوش مين اللي عمل دي الغازات. برافو عليك يا سمير. كنا عيال بقى. طب انا عايز اعرف ازاي كنتوا في كليه الزراعه بتاخدوا رياضه؟ طب الرياضه ايه دخلها بالزراعه؟ انت عارف الزراعه الكليه الوحيده اللي في سنه اولى بتاخدي من كل كليه حاجه، من الهندسه. من العلوم، من الطب، بتاع ملقف. اول سنه في الزراعه ملقف من كل حاجه، وانت وحظك بعد كده. طبعا حضرتك ملك المسرح، فلازم اسالك عن المسرح. بس عايز اسالك عن الحيوانات اللي انت بتصمم تطلعهم على المسرح وتقدمهم كاحد افراد الفرقه. مين اللي قالك المعلومه دي؟ ده خروف بيطلع على المسرح يا استاذ. حمار بيطلع على المسرح ازاي يعني؟ حضرتك مش مطلع السيريساري، مطلع يعني سيرك على المسرح. دفع الحمار ده فكرتيني دلوقتي. انا عايز اعرف الحمار ده اتسرق على فكره. يا لهوي يعني. والله اتسرق عيني. ازاي كده؟ من على المسرح؟ هو اول حمار كان عندي في جحا يحكم المدينه. ايوه دي كانت حماره على فكره كمان، عشان كده كانت مطيعه قوي قوي قوي. طب انا عايز اعرف شويه حاجات بقى عن ضيف احمد وجورج سيدهم والمواقف الظريفه اللي كانت بتحصل بينكم ايام ثلاثي اضواء المسرح. طبعا دي ألذ ايام، وايام كلها ايام الكفاح بقى، واخد بالك؟ احنا لسه بنبتدي. مين في اللي كان بيعمل مشاكل اكتر واحد؟ مين كان بيضحكوا اكتر واحد؟ مش يضحكوا، انا كنت الليدر يعني، الليدر بتاع الحكايه يعني، كتاليف وكبتاع. جورج بنصدره للاتفاقات. على طول يعني. الماديه الارجال. لان وشه هو مكشر كده، يتفق يمضوا على طول. الضيف الاخراج يعني، يعني مخه كله اخراج وضحك يعني، كان يموتني من الضحك يعني. يبص لي اضحك، هو انا اتفضح وما اتفضحش، لانه يضحك يحط راسه في صدري انا. والله. وكان رفيع خالص كمان. ستايل جميل يعني. طب تحب تسمع مين بقى دلوقتي من الناس الجداد؟ الجداد والقديم والجديد. والله من الجداد دلوقتي كلهم حلوين، لدرجه ان ما بعرفش افرق بينهم. نفس الصوت كله زي كله زي بعض. كله طب زي بعض. والقديم؟ القديم بقى معلش. انت بتقعد تدندن ايه أنا مثلا؟ انا بعشق محرم فؤاد. الله يا الله. محرم فؤاد بقول ايه مثلا؟ كله ماشي، كله تعب ماشي، تعب القلوب يا هلا الله. طب ما تسمعنا حته كده، ايه رايك؟ والله لسه سامعها. اللي على مزاجك، حته صغيره من اللي نفسك فيه بقى.
من اللي نفسك فيه. تيرا سول فا مي سالو سالو فا فو سالا سول فا مي سافو سافو فاسولا فالا سالا. نسيت بس اعزمك على حاجه تشربها. تحب تشرب ايه؟ انا قلت يا رب ايه ظروفكم صعبه مش كده برضو؟ تحب تشرب برضو. يعني نجيب عصير؟ والله شكلكم ما عندكوش حاجه خالص. ليه هنجيب عصير؟ يا حسن وحسين هاتوا العصير. حسن ونعيمه. اها اسمع كان عندك ثلاث اولاد. انتوا اخوات؟ لا هسأل سؤال يعني وانتوا بيبيهات انتوا اتولدتوا مع بعض وانتوا بتتولدوا حد كان بيزعق عايز يطلع الاول ولا انت؟ اكتر مني خمس دقايق. اكتر بخمس دقايق يا ابن اللذينه. ده اللي نزل في وش الدايق على شكرا. حي كبير. شكرا. بالتوفيق يا بهوى. انا بحب اصل انا بقعد افكر في موضوع التوائم بقول اسهل حاجه في الدنيا الواحد يجيب توأمين بدل ما كل مره يفضل يصور في العيال ويوديهم على ثلاثه مع بعض هو كل ينزل يصور مره واحده ويجيب كل حاجه مره واحده. انا شايفه انه كده احسن مليون مره. يا ريت والله يا اختي. يلا بلا مش كده بردك يا سمير. والله يلا بقى نخلص بقى. النبي يا اخويا انا عايزه اسالك على الاخت دنيا والاخت ايمي. عارف مش ايمي الاخت ايمي ما شاء الله منورين وملعلعينه زي الفل وبحبهم ببعت لهم تحيه كبيره جدا. بابا اخبارهم ايه؟ ومامتهم دلال عامله ايه دلال؟ دولي دولي دولي. فاكر مره لما برضه طلعت مع حضرتك في البرنامج عملت قلب انا كنت رايحه الاستاذ سمير محضره لك الحلقه يعني انا أيوة رايحه عامله حسابي ان انا عملت كلمه حلوه قوي انت مش فاكراها طبعا. قلبت حاجه وانت قاعده؟ قلبت حاجه وانا قاعده بس مش فاكره ايه كانت ايه هي. على المهم شويه كده ممكن افتكرها. اكيد. اخبار ايمي ودلال ودنيا ايه؟ ما شاء الله مكسرين الدنيا اليومين دول. مش كده هم عيانين الاثنين تعبانين. اتحسدوا؟ اعتقد كده اعتقد يعني ما اعرفش والله. ايمي ميه سخنه نزلت يا حبيبتي اتحسدوا فعلا. دنيا درس العقل طالع تحت ده بيعمل حاجات وحشه قوي. طلع يا راجل يعني ده وقت درس عقل يطلع دلوقتي؟ ده صعب قوي ده. ما اعرفش انت عندك طلع ولا الدرس انا طلعوا وشلتهم بعمليه الاربعه مش ما هي كله. لازم يتشالوا يا حبيبي. لازم حضرتك لسه بتعمل دلوقتي طبعا المسرح واحنا عارفين يعني حضرتك دايما بتحب تجيب كاركترز بتغيرهم في المسرحيه. هل ده قائم لسه ولا هم فيكس؟ اللي يستحق اللي يستحق اللي يستحق يعني كان عندي اتنين تلاتة كده راحوا طاروا فاضل حاجة كده ربنا يهديها تجنن طبعا. ودلوقتي في بدل ايمي في بنت الفنان طلعت زكريا في المسرحية صح؟ أميمة. طب ايه سبب التغيير ده؟ لا ايمي مشغولة حبيبتي بقى. عشان خلاص بقى ابتدت تمثل اشتغلت فلقيت حرام انها تيجي مصر اسكندرية. لا حرام. فطلعت حبيبي بالصدفة. انا عايزة اوريك حاجة. ايه سندويتش؟ سندويتش الجزر دي. في كمان ليمونه. انا مش فاهم يعني البرنامج فيه حاوي او حاجه كده. احنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نكون عند حسن ظن الفنانين الكبار زي الجزر دي فطوطه. يا تعرفين يا ولاد في امريكا العروسه بترمي الورد كده عشان اي حد يتجوز فانا حرمي دي من الجزره واللي هيمسكها هتتجوز. طب والليمونه؟ طب دي الليمونه ايه؟ لا هي الليمونه يمكن عشان فكروني بحاجه. اول مسرحيه بديناها كان اسمها مطلوب ليمونه. كان اسمها مطلوب ليمونه. احنا لسه حطينا الاعلانات وهنروح نمثل لقينا الاعلانات اتغطت كلها. يا نهار ابيض. لا ليه كده؟ ورحنا بقى امن الدوله مش احنا مش واخدين بالنا ايه؟ انت قصدك ايه مطلوب ليمونه؟ يعني مطلوب ليمونه في بلد قرفانه؟ لا احنا لا والله ولا احنا قصدنا كده. لا. فالاسم اتغير والرايه اتغيرت ده زمان. ومره زمان عملت دعايه للمسرحيه بتاعتك في شارع الهرم.
بنفسك نزلت شارع الهرم وعملت زي بروباجندا كده للمسرحيه؟ لا، شارع الهرم ده كان يعني الفسح فيه لما كنا ثلاثي. كنا ثلاثي، اشتغلنا شويه في محلين ثلاثه في الاريزونا دي، اشتغل فيها عبد الحليم حافظ. كنت بتروحوا تعملوا شو؟ كان الشو. بس بقى كنت بقى على روحي ما الضحك، لانك انت بتطلعي في وسط ناس بالليل بقى مش فاهمين حاجه، واحنا بنقول سكتشات ظريفه وخفيفه. المحترم قوي الضيف يعني يزعل قوي لما حدش بيسمع، فتلاقي مثلا واحد قاعد مع حبيبته او بتاع ملوش دعوه بينا، الضيف عايزه يسمع. اقول له يسمع ايه؟ ان شاء الله ما سمع. ان شاء الله ما سمع. يقول لي يعني ايه؟ قلت له يا عم خلص يلا. فشفنا حاجات ظريفه قوي. الليمونه يا بنات. اوبا، الناس النهارده كانت مبسوطه، سمعونا احلى سقفه واحلى زغروطه. مية مسا نورتنا يا فتوتة. ميرسي يا قمر، يا نجمة مية مسا وكل مسا. ربنا يخليك.